يا دكتور. في الحقيقة في موضوع تاني عايز اتكلم فيه، موضوع مهم. الدواء الناس بتتعامل معاه على انه سلعة، وممكن نكسب منها، ممكن نعمل بيزنس، وممكن نعمل سبوبة، وممكن نعمل كل حاجة في الدواء. الدواء ده بنعتبره سلعة، ممكن نحتكره، ممكن نخبيه لحد ما تظهر، يحصل أزمة في السوق، الكلام ده ممكن نعمله على البطاطس، ممكن نعمله على الكرنب، ممكن نعمله على الفاصوليا، ممكن نعمله على السكر. ولو ان الكلام ده مرفوض تماما، اللعب والعبث في أي سلعة المفروض اللي بيلعب فيها يتقطع رقبته. أما كنا النهاردة بنلعب في الدواء، بنخبي الدواء، بنحرق أسعار الدواء، بنتاجر وعاملين سوق سودا للدواء، ده شيء بقى مش محتاج قطع رقبة، ده محتاج انك تطلع بره البلد. كل واحد يتمسك بيلعب في الدواء، لانك انت بتلعب في حياة بني آدم، بتلعب في انسان محتاج دقيقة عشان يعيش، وحضرتك بتتاجر في الدواء بالطرق الغير شرعية. النهاردة داخلين على موسم الشتاء، هتلاقي لو دورت على مصل الانفلونزا مش هتلاقيه، هتلاقي سلسلة صيدليات، هتلاقي في اسم من الاسماء محتكر مصل الانفلونزا. ليه؟ محدش عارف، محدش بيجاوب. الدواء اللي سعره 50 جنيه وبيتحرق وبيتباع ب20 جنيه، محدش عارف. مين هيتدخل في انقاذ سوق الدواء في مصر؟ مش معقول كل حاجة هنرجع للرئيس، مش معقول كل حاجة هنقول الحقنا يا رئيس. يا جماعة شوية، الدواء لازم يرتبط بالضمير، لازم يرتبط بالضمير. النهاردة على أزمة أمصال الإنفلونزا هيكون معايا الدكتور هاني فوزي، نقيب صيدلة الغربية. أهلا بيك يا دكتور. أهلا بيك يا فندم. إيه حكاية تجارة السوق السوداء والاحتكار ومصل الإنفلونزا بتاع الإنفلونزا ده؟ طبعا أنا بشكر حضرتك الأول في البداية على اعتبار حضرتك الموضوع المهم ده اللي بيمثل أمن قومي دوائي في مصر، وبشكر برنامج المحترم لحضرتك بتعرض. طبعا حضرتك قلت الخلاصه كلها. الازمات دايما بتخلق من الشعوب جنود مجنده لخدمه بلدها. احنا للاسف الازمات في مصر بتخلق ناس جشعه، تجار جشعين جدا، ناس بتستغل الازمه فعلا وتعدى عليها وتطفو عليها. عندنا بخصوص مصر الانفلونزا عندنا مشكله كبيره جدا حصلت. الشركه الام بدات تدخله مصر، ودي حاجه مشكوره من الشركه الام طبعا. بدات تدخله على 4 شركات توزيع: الشركه المصريه لتجاره الادويه، شركه قطاع اعمال، وشركه المتحده، شركه اوفر سيز، شركه ابن سينا، ومالتي فارم. معايا يا فندم؟ تمام يا فندم. الشركات التوزيع دي بقى الكارثه الطامه اللي فيها مش في الشركه الام، الشركه الاجنبيه للاسف طلعت محترمه ودخلت الدواء بسعره في مصر. يطلع لي بقى شركات توزيع اللي هي المفروض شركات مصريه تبدا تستغل الازمه دي، تربط لي الصنف ده للصيدلي الغلبان: خد ب 1000 جنيه بضاعه علشان اديك امبول واحد بس. تمام. خد ب 25000 علشان اديك 4 حقن. كارثه يا فندم بتحصل. في ركات بيحصل في السوق المصري. طيب الشركات دي اكتفت بكده؟ لا، ده بدات توديها لمجموعه السلاسل المخالفه للقانون. المخالفه لقانون الصيدله 127 سنه 55. وبدا السلاسل دي تتحكم في سوق المصري ده. المصري بدل سعره 170 جنيه بدا يوصل سعره 450 جنيه واحيانا 650. يا دكتور هاني، بس انا عايز اقول لحضرتك على حاجه يا دكتور. يمكن انا عندي معلومه ان في سلسله واحده، سلسله صيدليات وحيده في مصر هي اللي بتحتكر مصر الانفلونزا. لا يا فندم، في اكتر من سلسله، كل ده خدوه بالمخالفه للقانون. الاصعب من السلاسل يا فندم والصيدليات كمان، الكارثه الثانيه العيادات. العيادات اصلا ممنوعه من بيع اي علبه دواء جوه العياده. طب العيادات اسمها يا دكتور هاني؟ العيادات يا فندم والمراكز الطبيه.
طب هي العيادات بتاخد الدواء ازاي؟ بتاخده يا فندم عن طريق الحرق، زي ما حضرتك يعني حضرتك اثبتت في الموضوع ده اكنك في صيدلية زينا بالظبط. تم الحرق ومندوب بياخد مندوب، واحد بيسلم واحد، وكحول في الوسط. وللاسف كل الكميات كلها موجوده بره في العيادات. المصري دلوقتي وصل 750 جنيه النهارده، وانا بكلم حضرتك النهارده في ناس مكلماني وده ب 750 جنيه في العيادات الشخصيه. احنا يعني الكارثه يا فندم اللي احنا بنيجي نلاقي بعض الشركات زي قطاع الاعمال موجوده، شركه مصريه، الشركه دي انشاها الرئيس جمال عبد الناصر سنه 65 علشان تكون درع من دروع الجيش المصري في حمايه الوطن ساعه الازمات وساعه الحرب، ان انا اقدر اوفر الدواء الاستراتيجي منه الامصال ومنه الانسولين ومنه الالبان والكلام ده كله. تمام؟ اتفاجئ النهارده ان الشركه المصريه دلوقتي اللي هي المفروض هي معموله لحمايه الامن القومي الدوائي، هي نفسها اللي بتمارس سياسه الاحتكار وبتخالف قانون منع المنافسه اللي معمول سنه القانون رقم 3 سنه 2005 اللي بيضمن توزيع عادل للخدمه او المنتج لكل الاطياف. الشركه دي انحرفت يا فندم دلوقتي، انحرفت تماما وبدات تنشئ صيدليات كمان في السوق المصري. اتفاجئنا النهارده البشوات طبعا حادوا عن الحاجه الاساسيه وبداوا يشتغلوا تجاره. بقى عملوا يعني الشركه المصريه يعني بقى عندها صيدليات دلوقتي وهي اللي القانون يا فندم كان بيخليها تعمل صيدليات علشان تبقى وحده انقاذ، زي شكاوي، زي استراتيجي، حاجه استراتيجيه ان انا كمواطن اقدر اجيب علبه الدواء دي منين؟ من المكان ده اللي هو تملكه الدوله. تمام. سيبنا ده كله، بوظنا السوق وعملنا سياسه احتكار وبدانا نتاجر كمان في الدواء العادي. وبنمارس فيه خصومات، حضرتك بتخسر كل سنه. كمجلس اداره بتخسر كل سنه. جاي دلوقتي تعمل خصم كمان للمواطن عشان تخسر اكتر. الناس دي لازم تحاسب يا فندم. وحضرتك ختمت في الاخر بتقول احنا كل حاجه بنرجع للريس، لا انا بطالب بالسياده الريس بالتدخل الفوري لحل مشكله الاحتكار، لان الاحتكار ادى لغلو سعر الحاجه ومش موجوده اساسا، حضرتك مش لاقيه. والله يعني انا اعتقد حتى ان الريس في التعيينات الاخيره في الشيوخ تم تعيين الدكتور محمد الشيخ صديقنا نقيب القاهرة، ونتمنى ان تعيينه في الشيوخ ما ينسيهوش الأزمة اللي احنا عايشينها دلوقتي. احنا واثقين في الدكتور محمد ان شاء الله. ان شاء الله. الشركة المصرية دي يا فندم عملت كارثة في الأنسولين وفي الألبان من 3 سنين، والجيش فعلا دخل عشان يحل الأزمة. الرئيس أصدر فرمانه للجيش المصري ان يحل مشكلة الألبان. طبعا مش كده يا فندم، لازم بعد اذن الرقابه الاداريه والجهات التنفيذيه والجهات التنفيذيه لازم الشركه المصريه ندور عليها. الشركه المتحده لتجاره الادويه دلوقتي اللي بدات تعمل لي سلاسل يا كمان، لا يا فندم في عشوائيه في صناعه الدواء المصري. احنا منظرنا قدام العالم مش كويس جدا، محتاجين نفرمل شويه، محتاجين ننفذ القانون. القانون موجود يا فندم وصارم، بس للاسف لا ينفذ. دكتور هاني انا بشكر وجود حضرتك معايا والف شكر لحضرتك. فعلا الدواء يعاني من ازمه كبيره جدا.